معنا من شمال قطاع غزة دكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان. أهلا بك معنا دكتور حسام. كيف تتعاملون مع الحالات الجرحى والحالات الطبية الأخرى وسط تدهور الأوضاع في جميع مستشفيات شمال القطاع، لا سيما أيضا في مستشفى كمال عدوان؟ يعطيكم العافية جميعا. هو بال من يعني من أول أمس إحنا خرجنا في مؤتمر صحفي وأعلنا خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة، وهذا كان يعتبر المستشفى الأخير الذي خرج عن الخدمة لعدم وجود وقود. طبعا في اليوم التالي بعد خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة، طبعا توافد أعداد كبيرة جدا بعد مجزرة نابلسي، وطبعا الأعداد اللي وصلت لمستشفى كمال عدوان كانت أعداد هائلة جدا من الجرحى، أكثر من 175 جريح وأكثر من 12 شهيد وصل في آن واحد إلى مستشفى خارج عن خدمة، وكان هناك صراحة صعوبة جدا في التعامل مع الحالات لخروج مستشفى كامل عن الخدمة. قمنا بتقديم الإسعافات الأولية المتاحة في الاستقبال والطوارئ، وكان هناك 6 حالات تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل وإجراء عمليات كبرى من خلال طبعا عملية استكشاف على البطن وإيقاف النزيف، لكن للأسف لم يكن هناك يعني وقود لتشغيل المستشفى، فقمنا بإخراج بعض الليترات من سيارات الإسعاف ومن السيارات الإدارية، وقمنا يعني بتشغيل المولد لأربع ساعات، ونجحنا في إجراء عمليات على وجه السرعة لستة من المصابين وكانت إصاباتهم حرجة جدا، والحمد لله نجحنا في إيقاف النزيف وعودتهم إلى الحياة. طبعا اليوم نفس الفكرة، يعني ليس لدينا ما يكفي لو لا سمح الله، يعني إذا احتجنا لتقديم خدمة متقدمة في على مستوى التخصصات الجراحية، وبالتالي احنا يعني قدمنا نداء استغاثة لكل المؤسسات الدولية والمؤسسات الإنسانية لمساعدة في توفير وجود حتى يعني نستطيع أن نقدم خدمة آمنة لأبنائنا في شمال قطاع غزة. طب هذا النقص في الوقود وفي المعدات الطبية إلى أي حد يضع حياة الجرحى في خطر جدي وأعدادهم بالمئات؟ هو أكيد يعني لم يكن هناك إسعاف لهذا الموقف، سنتوقع المزيد من الشهداء لأنه هناك جرحى يحتاجوا متابعة، وقد يحتاج إلى الدخول في غرفة العمليات مرة أخرى إذا تطلب الأمر، وبالتالي كون يعني نحن خرجنا عن الخدمة، وبالتالي لم يتوفر الوقود سنفقد المزيد والمزيد من الجرحى اللي أصلا هم منومين داخل مستشفى كمال عدوان. يعني المستشفى يعمل فقط ليس لاستقبال، إنما هذا مستشفى يحتوي على 10 أقسام، قسم يعني غسيل الكلى وقسم العناية المركزة وقسم المواليد، وهذه أقسام حساسة جدا تحتاج إلى الكهرباء التي تعمل بالوقود. يعني حتى لو استطعنا إسعاف بعض الحالات، لكن هناك كارثة ومصيبة ستكون في الأيام القادمة، يعني كون هناك أقسام حساسة جدا جدا مثل العناية المركزة والخدج والمواليد وقسم غسيل الكلى. دكتور، مع من تتواصلون لرفع هذه النداءات العاجلة والطلبات الملحة؟ وهل من تجاوب أو وعود؟ ما هي الردود التي يعني تتلقونها، خاصة أننا سمعنا يعني استنكارات أممية ودولية عديدة بعد مجزرة أمس؟ طبعا احنا تواصلنا مع وزارة الصحة في غزة وفي الضفة وكل من يعني من يستطيع مساعدتنا، والإخوة في الوزارة قاموا بالتواصل مع كل الجهات المعنية والدولية، لكن لحد هذه اللحظة لم يوجد أي استجابة أو أي يعني تقديم أي شيء لصالح مستشفياتنا في شمال قطاع غزة، وبالتالي يعني صراحة يعني وضعنا العالم كله أمام مسؤولياته تجاه ما يحصل تجاه المنظومة الصحية على وجه العموم والمنظومة الصحية في الشمال على وجه الخصوص. يعني نتكلم عن آخر مستشفى كان يقدم خدمات إنسانية للمواطنين، وهو المستشفى الوحيد بعد مستشفى العودة خرج عن الخدمة، وبالتالي لا نعلم ما هو القادم. إن لم يكن هناك إسعاف لهذا الموقف على وجه السرعة، أتوقع سيكون هناك المزيد والمزيد من الشهداء. إضافة إلى الجرحى والشهداء جراء القصف الإسرائيلي، هناك أيضا حالات حصلت بالفعل في شمال
غزة، موت أطفال بسبب الجوع والجفاف. يعني هل لديك أرقام دقيقة حول هذه الحالات؟ وهل ما زالت يعني الأطفال تتوافد إلى المستشفى بداعي الجفاف والجوع؟ صحيح، هناك يعني قبل ايام اعلنا عن استشهاد 7 اطفال كان بسبب سوء التغذيه والمجاعه والعلامات المتقدمه في الجفاف عند يعني مجيئهم الى الاستقبال والطوارئ. وبالامس فقدنا طفل ثامن يبلغ من العمر 8 سنوات، او هي طفله وكانت تعاني من نفس الاعراض. يعني هناك تشابه جدا بكل الاطفال اللي بياتوا المستشفى، تكون عليهم علامات الشحوب وعلامات الجفاف متقدمة جدا. وعندما نعود بالأسئلة إلى الأهالي يعني الأجوبة واحدة، لا يوجد طعام. يعني هناك يعني طفل يقدم له فقط وجبتين طعام خلال أسبوع، يعني تكلمنا كل 3 أيام يأخذ وجبة طعام، فهذه مصيبة. يعني والطعام مهم جدا للأطفال، وخاصة يعني تعرفون جيدا وكلكم عندكم أبناء أن الأطفال يعتمدوا على الطعام بشكل يعني أساسي، وطفل يحتاج يأخذ طعام كل 4 إلى 5 ساعات وجبة، مش كل 4 إلى 5 أيام وجبة، وبالتالي هذا يحدث خلل في جهاز المناعي، ويحدث خلل في أملاح الجسد، ويحدث خلل في احتياج الجسم للفيتامينات والبروتينات المهمة جدا لاستمرار الحياة. وبالتالي يعني سنتوقع المزيد من مجيء الأطفال إلى المستشفى، كنا فعلا توفير وجبة طعام يعني تليق بالأطفال على وجه الخصوص. وكذلك هذا الأمر يعني يمس الكبار وحتى الكوادر الطبية اللي تعمل على الساعة، نحن لا نستطيع أن نقدم لهم وجبة طعام واحدة، اللي هم أصلا يعني بيقدموا الخدمات على نظام 24 ساعة لكافة المواطنين، ولأنه الطعام غير متوفر للأسف الشديد، ليس للمريض وإنما للطبيب كذلك. يعني شكرا جزيلا على رسالتك الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، كنت معنا من شمال قطاع غزة.